مما تعلمت مع طلال الرواحي وجلال الخويطري. علمت العيون بأنها مرآة نقية صافية تعكس ما بدواخلنا عاريا من كل زيف، لذلك لغتها أبلغ وأصدق من كل حديث. فاحرص على أن يكون ما بداخلك جميلا ونقيا، لأن عينيك حتما ستعكس ما بداخلك، فهي الأصدق في كل حال. علمت العيون بأنها لغة عالمية لا تحتاج لترجمان، أينما ذهبت تستطيع قراءتها، وتستطيع بها إيصال الآلاف الكلمات والمشاعر. لغتها هي السهل الممتنع، سهولتها وامتناعها يعكس شخصياتنا بين غموض ووضوح، وبين الغموض والوضوح قصص وحكايات لتنوع بشري عجيب. هكذا هي الحياة، ثراؤها في زخم تنوعها. لأتعلم من لغة العيون مرونة التواصل مهما اختلفت الأنواع والأجناس، فاجعل الاختلاف والتنوع بقدرتك على التفاعل معه تكاملا خلاقا. كن عالميا كالعيون. علمتني العيون أن هناك تناغما مبهرا بينها وبين القلب والجسد، فإذا سألت العين عن القلب تجيب بالسعادة أو بالدموع، وإذا سألت الجسد من سيعبر عن أوجاعك، دموع العين ستكون الإجابة. لأتأكد بأنه أنت أنا مهما اتسع الفناء. علمتني العيون مهما تعددت الأشكال والألوان فالجمال واحد، ومهما تعددت الأسباب والمسببات فالدمع شاهد. للفرح دموع وللحزن دموع، وبين هذا وذاك الأمل دائما في سطوع. علمتني العيون بأن لها جاذبية أقوى من جاذبية الأرض التي اكتشفها نيوتن، وأظن بأن الفرق بينهما يكمن في الثانية تجذب الأشياء للأسفل، والأولى تجذب القلوب للأعلى. شيء مما تعلمت مع طلال الرواحي وجلال الخويطري.